عقد اليوم الاجتماع الثالث للجنة الدعم الإعلامي التابعة للجنة الدائمة للإعلام لخطة التنمية، وحضر الاجتماع المسؤولون في المجلس الأعلى للتخطيط والأمانة العامة للتخطيط ومسؤولو قطاعات الوزارة المختلفة. وقد تناول الاجتماع مشروع مدينة الحرير والجزر التابعة لها، حيث أكد المسؤولون حرص وزارة الإعلام على دعم المشروع في إطار دعم المشاريع التنموية في الدولة. اليوم راح يكون بالاجتماع الاول عشان ما نحاول ناخره ونعطل زملائنا اللي من خارج الوزاره. راح نتكلم عن مدينه الحرير والجزر من خلال ما هو متاح لنا في ميزانيه وزاره الاعلام حسب الابواب اللي معتمده من وزاره الماليه، وهي اللي مخصصه للبرامج الاذاعيه والتلفزيونيه ومخصصه للبحوث والدراسات. واحنا طبعا جدا مهتمين في تسويق هذا الأمر، جدا مهتمين في طبعا المشروع الضخم اللي راح طبعا يساهم بشكل مباشر في الارتقاء في دولة الكويت، سواء طبعا في المجال الاقتصادي أو السياحي أو طبعا كل المجالات الأخرى. من خلال هذه اللجنة وكل قطاعات الوزارة راح نقدم لكم كل الدعم يعني الخاص في التسويق، وأيضا يعني كل برامجنا وكل طبعا نشراتنا ومواجزنا راح تكون طبعا لكم في حال وجود اي تغطيه اي خبر يخص هذا الامر. يمكن احنا الحين دازين وفد خاص للصين لتغطيه هذه الفعاليه، بالاضافه الى انتاج برنامج خاص ايضا لهذه المهمه الهامه انا اعتبرها في تاريخ الكويت.